ما هو فن الإتيكيت؟ يشير مفهوم الإتيكيت إلى مجموعة من السلوكيات والآداب والنظم والقواعد التي تساهم بصورة مباشرة في خلق حالة من النظام المقبول للعديد من التصرفات والسلوكيات البشرية، بما في ذلك السلوكيات الاجتماعية والمهنية والتي لا يتم محاسبة الأفراد غير الملتزمين بها قانونيا، ولكنهم قد يتعرضون للرفض من الناحية الاجتماعية. وضمن الجماعة التي ينتمون إليها، كما يندرج الإتيكيت تحت بند السلوكيات المفروضة عرفا، ويعتبر بمثابة الدليل الذي يقدم القواعد التي يجب الالتزام بها خلال التعامل مع الآخرين. ما هو الفرق بين الإتيكيت والأخلاق؟ يوجد اختلاف بين مفهوم الأخلاق the manners ومفهوم الإتيكيت إتيكيت، على الرغم من التقارب في المعنى بينهما، إذ يشير مفهوم الأخلاق إلى جملة من الآداب التي تدل على الطابع الداخلي للأشخاص، بينما يتعامل الإتيكيت مع السلوكيات الخارجية، حيث يصبح للناس بديلا لمجموعة القوانين والقواعد المفروضة عليهم بشكل صارم، ويحدد الإتيكيت القواعد السليمة للسلوك والتي تسهل عملية التواصل بين الناس، وتساهم في بث روح الاحترام والطيبة والتفاهم بينهم، وتحول دون نشوب أي صراعات ونزاعات بينهم. ومن هنا يتبين أن الأخلاق هي لغة السلوكيات. وفي الأخير، يعد الإتيكيت أحد آداب السلوك الاجتماعي، سواء كانت المعاشرة أو الخصال الحميدة أو التصرف بشكل لبق والمجاملة، ويمتلك الإتيكيت العديد من القواعد التي تتحكم في تعاملات وسلوكيات الإنسان مع الناس، مما يساعد على الارتقاء بالحياة نحو الأفضل وتكوين صورة إيجابية للإنسان لدى الآخرين. ينقسم إتيكيت التعامل مع الآخرين لعدة أقسام. هو إتيكيت مثلا التحية والمصافحة، إتيكيت التقديم والتعارف، إتيكيت الطعام، إتيكيت الحديث والاستماع، وكذلك إتيكيت المجاملة والاحترام.